ليلة القدر أو ليلة القدر، تلك التي أنزل فيها القرآن، والتي قال عنها القرآن هي خير من ألف شهر. وألف شهر يعني 80 سنة، يعني عمر الإنسان طبيعي. يعني هذه الليلة قد يعطيك الله ما كنت تبحث عنه في هذه 80 سنة. والإنسان كما قلنا ماذا يريد؟ يريد بالنهاية أن يرضى الله. عندما يتزوج هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بأبنائه هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يجتهد هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بأبنائه هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بوالديه أيضا هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يكون نظيفا هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يكون كريما، عندما يكون معطاء، عندما يصلي، عندما هي كلها محاولات لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وبعدين آخر شيء الله العبد أو المرء أو الإنسان أو المؤمن أو أي شيء في أي اتحال يريد أن يحصل على النتيجة الشهادة. يعني مثل الطالب نهاية السنة، نهاية السنة تجي ناجحة وراسم. طبعا هاي الشهادة الوحيدة، الشهادة الربانية اللي ما بها واسطة واللي ما بها رشوة واللي ما بها غش واللي ما بها إيش، هاي الوحيدة الشهادة. كل الشهادات ممكن تجد بها شيء، كلها ممكن تجد بها الحظ وما أدري إيش وهذا تدخل بها، إلا شهادة الله سبحانه وتعالى في الرضا وعدم الرضا. لذلك هذا العمر كله أنت اللي سعيت به وتريد تحصل على شيء معين في هذه الليلة تحصل عليه. ولكن ليس المقصود أبدا إطلاقا البتة أنك تروح تسوي كل شيء وبعدين تيجي تبليه القدر تدعو بيكي الله يغفر لك. الجواب كلا، لأنه الله لا يغفر إلا للعبد، الله لا يستجيب إلا لمن هو مؤمن، لمن هو قدم حياة، قدم مستعد، ماشي في الطريق المستقيم، كذا 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 كذا. الليلة أنت الذي تبغيه والمراد الذي تريده تحصل عليه في هذه الليلة، لكن بشرط، مو أنت ليلة وتعوفها وتروح ترجع، لا، بشرط أنت مؤمن وصادق